شاء الله. اذا مرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله دروس البكالوريا لماده ادب العربي. انا اليوم بين احبتي واخوتي طلبتي قسم سنه ثالثه ثانوي تاعي الجزائر. صح. اذا اليوم عندنا درس العمده والفضله. هذا الدرس الجديد الذي هذا درس جديد خاص بشعبه كان العام الماضي خاص بشعبه ادب فلسفه، وهذه السنه اضيف الى شعبه اللغات الاجنبيه. طبعا انا كنت قد اشرت الى ان اللغات الاجنبيه، ديما نقول لكم بان شعبه اللغات الاجنبيه اصعب بكثير من شعبه الادب والفلسفه يوم الامتحان، تقراوا كيف كيف ولكن يوم الامتحان شعبه اللغات الاجنبيه اصعب. تقول لي لماذا؟ لانك كطالب لغات مختص في تحليل النصوص، تحلل النصوص بالعربيه بالفرنسيه بالاسبانيه بالانجليزيه بالالمانيه، بالتالي عندك القدره على التحليل اكثر من طالب ادبي عادي، ولهذا يكون امتحان يوم البكالوريا اصعب من طالب الادب والفلسفه. طبعا اليوم راح نتعرفوا على العمده والفضله. وشنو هي العمده وشنو هي الفضله؟ الواضح ان العمده في الكلام، شوف العمده الركيزه هي الاساس، هي عمود الكلام. اذا العمده تتكون من مسند ومسند اليه. العمده هي ركيزه الكلام، معناها الكلام. تقول لي استاذ مما يتركب الكلام؟ اقول لك يتركب الكلام من اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف. اسم الفعل يكون ترتيبها كالتالي: اذا كان اسم فعل فهي مبتدا خبر، اذا كان فعل اسم تولي فعل فاعل، صح ولا لا؟ شوف معي، اذا كان اسم وبعدها ياتي الفعل معناها هذا راه مبتدا وهذا راه خبر، صح ولا لا؟ لان الاسم اذا جاء في بدايه الكلام يصبح مبتدا، اذا كان فعل اسم يولي هذا فعل وهذا فاعل، صح ولا لا؟ وبالتالي ركيزه الكلام عندنا وشنو هي؟ هي المبتدا والخبر الفعل والفاعل ومشتقاتهما. الاشياء الاخرى، الاشياء التوضيحيه التي يمكن الاستغناء عنها، يمكن الاستغناء عنها، هي اشياء يسموها فضلات. فضلات، الفضله مش معناها حاجه فاضله، فضله من الفضل، والفضل هو الزياده، معناها شيء جميل نضيفه للتوضيح اكثر. مثلا خرج عمر مسرعا، ما هو الشيء الذي يمكن ان نتخلى عنه؟ مسرعا. لماذا؟ لان مسرعا يعني تبين الهيئه وتبين الحاله، وبالتالي خرج عمر هي الاساس. عمر خرج مسرع، بطيء، يزحف، يجري، يقفز، المهم خرج عمر، تحقق الفعل، متفاهمين؟ وبالتالي كيفيه الخروج غير مهمه، يهمني انا عمر كيف خرج. صح. طبعا المسند اليه لازم نعرف بان المسند اليه، ما هو المسند اليه؟ هو موضوع الكلام، هو الموضوع، هو ما نتحدث عنه. معناها المسند اليه، شوفوا معايا، الاستاذ يستند الى الجدار، الجدار مسند اليه، يعني يكون يتنحى الجدار يسقط الاستاذ ولا لا يسقط؟ جميل. اذن الجدار في عملية الوقوف هو أهم شيء، لأن الأستاذ مستند إليه. إذا الجدار مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه ولا مستند؟ يعني أما المسند، هو المسند هو المحمول، هو بما تحدثنا على المسند، يعني المسند ماذا قلنا عنه؟ ماذا تحدثنا عنه؟ بمعنى انت كون تروح تقرا درس المسند والمسند اليه على شكل قواعد رايح تجيك بزاف كثير، ولكن لو كان تقرا على شكل افكار ديزاستيوس راح تجيك بسيط. خلاص فهمتوها لي هذه؟ ركز معايا، ها ركز معايا، شوف معايا، نجربوا جملتين، جمله فعليه وجمله اسميه. ها، الجو بارد. مثلا شارح الاستاذ درسه. صح. الآن العربي، الجملة الأولى ما نوعها؟ اسمية أم فعلية؟ اسمية. اسمية، جيد. على من رانا نهضر؟
على الجو. جيد، إذا نحن نتكلم على الجو، إذا الجو هو المسند إليه. لماذا؟ لأنه هو موضوع الكلام. بماذا تكلمنا عنه؟ تقول لي يا أستاذ تكلمنا عنه بالبرودة، إذا هذا يا مسند وهو خبر. إذا المسند إليه هو اللي رانا نهضروا عليه، المسند كيفاش هضرنا عليه. الجملة الثانية على من رانا نهضروا؟ جميل جدا. إذا الأستاذ مسند إليه، باش هضرنا عليه؟ بالشرح، هضرنا عليه بالشرح. إذا هذه مسند، إذا هذه فضلة، لأن الحاجة اللي تمني هو شرح الأستاذ. مهم شرح، ماذا شرح؟ شرح كيفية، شرح درس، شرح أمر. مهم شرح الأستاذ، تكلمنا عنه بالشرح. إذا الأساس في الجملة أو الأساس في العمدة هو ماذا؟ هو المبتدأ والخبر، الفعل والفاعل ومشتقاتهما. صح. مثلا العربي، كن مثلا، ها ركزي معايا، ركزي معايا، بكتب الفعل ومشتقاته اللي هو نائب الفاعل. ركزي معايا، ها اقرا يا منال. كان الجو باردا. على مرة نهضروا، مازلنا نهضروا على الجو. بمعنى حينما دخلت كان، هل تغيرت العلاقه الاسناديه؟ لا تؤثر، لا تغير، لان الموضوع هو الموضوع. على سبيل المثال النحو، كان ندخلوا لكن، ومن اخوات ان، انتم نهضروا على الجو. وباش هضرنا عليه؟ هضرنا عليه بالبروده. وبالتالي يبقى المسند والمسند اليه في الجمله الاسميه اللي هي المبتدا والخبر ومشتقاتها. ما هي مشتقاتها؟ اسم كان، اسم ان، خبر كان، خبر ان. ايش معناها؟ معناها المسند والمسند اليه في الجمله الاسميه هما اللي نهضروا عليهم. تدخل كان، تدخل ان، او لا تدخل. متفاهمين يا جماعه؟ جيد جدا. ها شوفي معايا، شوفي معايا، أن زميلكم قالت لكم مشتقات الجملة الاسمها. مثلا سمع الصياد صوتا. ركزي معايا، على من رانا نهضروا؟ الصياد. جي، باش هضرنا عليه؟ هضرنا عليه بالسمع. معايا؟ شوفي معايا الآن، شوفي، على ما رانا نهضروا الان؟ الصوت. الان انتقل الاسناد الى الصوت. باش هضرنا عليه؟ هضرنا عليه بالسمع. هذا كون جيت ركزي فيه نقول لك شنو نعربوه، تقول لي استاذ نعربوه نائب فاعل. صحيتي، نائب، نائب فاعل. علاه نعربوه نائب فاعل؟ تعرفون بان الفعل ماذا يحتاج؟ فاعل. ما فيهاش هضره، لازم تلقى له الفاعل، لازم تلقى له الفاعل. متفاهمين؟ كان عليه فعل ماضي ناقص. علاه؟ ما عندوش فاعل. راكم عارفين هو الموضوع اكبر من هذا، ولكن انا بسطتها لكم مره. كان ما عندهاش فاعل مسكينه، لان الاسم اللي بعده اسمها خبر، وبالتالي ماذا؟ معايا ماكش معايا؟ فهمتوا الحكايه؟ فهمتوهاش؟ اذا المسند والمسند اليه، المسند اليه هو الذي نتكلم عنه، والمسند هو الذي بما تكلمنا عنه. الفضله هي ما بقي، حروف الجر، حروف النصب، حروف الجزم، تاء التأنيث، الحال، التمييز، المفاعيل الخمسة. ما هي مفاعيل الخمسة؟ مفعول به، معه، لأجله، المطلق، فيه، البدل، كل شيء فضلات ما عدا المبتدا والخبر، الفعل والفاعل ومشتقاتهما. ما هي المشتقات؟ ذكرني بها. مشتقات، ذكرني. مشتقات الفاعل هي نائب الفاعل. مشتقات المبتدا شين هي؟ اسم كان واسم ان. مشتقات خبر شين هي؟ خبر كان، خبرين. اذا رايحين نديروا جدول، شوفوا معايا جماعه، رايحين نديروا جدول. راكم معايا جماعه؟ مش معايا؟ عياد راك مركز ولا مش مركز؟ مركزة. ها نديروا جدول، نديروا هنا المسند اليه، المسند، المبتدا ولا الخبر اللي يجي هنا؟ مبتدا، لانه هو الاساس. الخبر وين يجي؟ الخبر هنا. يا الفعل ولا الفاعل يجي هنا؟ الفعل ولا الفاعل؟ الفاعل. علاه؟ لانه هو الاساس. وهنا الفعل ولا الفاعل؟ الفعل. هيا دوك نروحوا للمشتقات. اسم كان، اسم كان، وهنا يا خبر كان، اسم ان، خبر
إنه ومن بعدها نائب الفاعل. وش نائب الفاعل عنده؟ الفعل. إذن هذه باختصار هي درس المسند والمسند إليه. ما بقي فضلة الحال التمييز الصفة البدل العطف البيان، ما بقي غير هذا فضلة. نجربوا مثال، نجربوا مثال، بصح راني راح نطلع لكم المستوى. نعطيكم مثال بكالوريا 2014. مانيش متذكر بالضبط الجملة بصح عارف وراها علاقة إسنادية. جيد، تفضل. إذا العلاقة الإسنادية وراها؟ جيد جدا. المسند إليه هنا؟ جيد. ينتقل المسند إليه هو المؤرخ. هنا المسند؟ والواو هذا؟ فضل. يد بي بي بي. فضل. دخولي. فضل. سنة. فضل. فضل. هي فضلة وموش حرف ورا. لا قصدي وإن يكون. احنا عندنا الفعل والفعل مبتدأ وخبر ومشتقاتهما. فهمتوا هذه ما فهمتوهاش؟ متأكدين؟ متأكدين؟ دوك نطلع لكم المستوى شويه. خرجتما مسري عيني. الله يبارك. هيا خرجتما عيني. اصبر اصبر اصبر. انتظر. ايش قلتي؟ خرجتما خرجتما. روح واحد اخر. خرج تا ولا خرج تما؟ خرجت حدا. خرج تما. خرج هذه مع بعضها. لا لا تا الفاعل والميم هذا شنو؟ شو كيفاش؟ إذن ألم نقل سابقا بأن ميم الجماعة ليس لها محل إعراب؟ علمتها لكم. إذن شوف شو تني. خا خا رج ورا المسند. مسند إليه يا جماعة. هذا شنو هذا؟ وهذا شنو؟ لباس. عندكم لباس في الرأس يعني لباس. بما أنكم فاطنين شوية كنت أعتقد أنكم مجبوهاش. ها؟ شوفوا معايا أستاذ، حاب نسقسيك سؤال. هل يطلب مني إعرابهما؟ لا. كز معايا مليح. حتى وإن لم يطلب منك إعرابهما تعربهما ضروري. عليه كي تعربهم شني؟ عياط عليها. علاش كي تعربها؟ علاه؟ لماذا؟ لماذا؟ لسببين رئيسيين. السبب الرئيسي الأول الدافع على الفكرة تاعك بأنك صحيح. السبب الرئيسي الثاني باش تعرف روحك صحيح ولا لا. مثلا قلت مفعول به. مفعول به ماهوش مسند ومسند إليه. نسيت. تولي ترجع تراجع روحك. معايا كي تبدا تعرف تقول خرجت. خرج فعل ماضي مبني على السكون. تو فاعل. الميم هذه خاطئة. يعني تبدأ في مراجعة نفسك. إضافة إلى أنه قد يطلب منك إعرابهما وأنت لا تدري. مع ضغط الامتحان ربما يقول لك إعربهم وأنت ماكش فايق مع الخلعة هذيك. وبالتالي إحنا وش نقوله؟ ها؟ واحد وش قال؟ قالوا أنا عودتي ما تهرب وأنا مانا منها. جيد. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنا ما قاليش إعربها بصح أنا نعربها. علاه؟ خوفا من أنه قال لي وأنا لم أعلم ولا لا أعلم من ضغط الامتحان، أو خوفا من أنني أنا نعود مخطئ وبالتالي ماذا؟ نراجع روحي. فهمتوا الحكاية؟ جيد جدا. صح. نرفع لكم المستوى إلى أعلى مستوى. نطلع للأخر قاعة. عي أصبر عي واحد فريد برك جو. هذا خلاص هذا أعلى مستوى. من هو هذه الكلمة؟ هل هي حرف أم اسم أم فعل؟ عياط تفضل. جيد. فعل أمر من فعل وعى. هذا الحرف راه جملة.
الحريف هذا راه جملة تتكون من مكونين اللي هي الفعل وعاء مع الأمر، وتتكون من مكون آخر اللي هو أنت. أنت عي انتبه تبع فهمتوني يا فاهمين. كي تعود طفلة وش نقولوا لها؟ عي عي. هذه هي فضلة ولا عمدة؟ فضلة. تتنحى هذه الياء لأنها ياء ياء المخاطبة. هيا روح معايا الفعل رأى يرى ري. رأى يرى ري، وهذا اللفيف بعد كي نقرأه اللفيف بأنه يحدث له هذا الأمر. اللفيف المفروق والمقرون اللي فيها حرفي علة. هيا قولي إناس أين المسند؟ سرعة. مسند وراء ري صحيت. مسند إليه وراء لا ما كانش لازم جيبوه. أنت صحيت. هذا أعلى، هذا هو أعلى مستوى. لا لا جبدين. ضمير مستتر تقدره أنت صحيت. مش محذوف مستتر. كين فرق بين محذوف ومستتر؟ نزيد نطلعكم مستوى إلى ناطحة السحاب. نطلع لفوق. ها جيد جدا. وهذه لاستيسي راح نعطيها لكم رائعة جدا. والأغلب أغلب خوتنا ما يفوقولهاش، خوتنا الأساتذة ما يفوقولهاش. بصح شني علاه ما يفوقولهاش؟ لأن الدروس ما هيش مرتبة. يفوقول الأساتذة ما قلنا، ولكن أغلب ما يفوقولهاش لأن الدروس ما هيش مرتبة. المفروض مستد مستد إلى الأول ومن بعد جي إذا ولا خصم. صح. صح جيد. هذه ما تشوفها ليش؟ الألمانية. شوف لي هذه تفضل يلا. الألمانية. الصبري 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 روح. صحيت. والفعل المحذوف. لا فعل محذوف يعني مش حوس على هذه. انا حوس على هذه. عليها محذوف منين جا؟ منين؟ كيف عرفتوا محذوف؟ إذا إذا ما بعدها يكون فعل محذوف. أحسنتي. إذا تحذف الفعل. صح. إذا هنا محذوف للقاعدة استنادا إلى القاعدة. علاش محذوف؟ القاعدة التي تقول بأن هذا فاعل لفعل محذوف. معناها المسند التاء ما كانش. فهمت العربي هذه؟ هو المسند إليه. وين كتعود محذوف؟ قمع إذا برك. نزلت حد. نعطيكم مثال. في حالة تكون مخطوبة. صح ورا هنا. لولا الرسول. أنا خالف. صح هنا. لولا الرسول ورا المسند. الرسول. الرسول صحيت. محذوف لماذا؟ استنادا للقاعدة. إذا وش هي القاعدة اللي استنتجنا هذا؟ نخترع قاعدة. أساليب الشرط تحذف المسند. صحيته. إذا أساليب الشرط شنو خدمتها؟ تحذف المسند. تحذف ماذا؟ المسند. في حالة إذا يكون فعلنا مخطوب. فهمتكش؟ في حالات. ورا ورا كما هذه. كون جيدي نعرب هذه تقولي لي يا أستاذ راه اللغة العربية يعني بحر. شوفي عربي لي هذه. خرج عمرو فعل وفعل. فعل نعكسوهم برك عادي. ها هيا تدخل. علاه مش فعل مؤخر حاجي نفسه؟ هنا راكي راح توقعي لي في خطأ مع هذه. تقولي لي أستاذ حقها وفعلها. لا الفعل لا يمكن أن يتأخر على الفاعل. الفاعل يتقدم المفعول به يتقدم الفاعل. صح. الفعل جامي يتوخر. وبالتالي ماذا؟ فاعل لفعل محذوف وجوبا مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر في الأخير. أنشب فعل ماضي مبني على الفتح
والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، ما عندوش علاقة بهذا. صافي هذه راه فعل وفاعل تاعو وحدها، فهمتوا الحكاية؟ كنت تقول بلي هذا الفعل تاع هذا معناها هذه عدها زوج أفعال، فعل محذوف وفعل ظاهر، فهمتوش؟ وبالتالي هذه راه ما عندهاش علاقة بهذه حتى وراها تاعها. سامي نعم تفضلي. نعم يفسره الفعل الواقع بعده، لأن هذا الفعل هو اللي فسرنا بلي راه أنشبت، بصح يفسر يساعد، فعل مساعد وليس الفعل الأساسي. لأنك كنت تقولي كنت نقولوا بلي هذا فعل مؤخر، ما لا نورمال هذا فعل مؤخر. شكون اللي مش فاهم؟ ما الساعة العربي؟ ونص الشتاء لا شمس، صح. ركزوا معايا، نعطيكم واحد الفكرة باش تفهموني واحد الحاجة. صح يا جماعة، يا جماعة أبنائي، أبنائي وأعزائي، شوفوا معي، شوفوا لي هذه العفسة، شوفوا لي هذه العفسة. العربي يدخن، يا عظيم، العربي يدخن سيجارة، ويدخن العربي سيجارة. انت هنا تبان لك باللي كيف كيف، صح ولا لا؟ مجرد تغيير في المراتب، صح ولا لا؟ قدام واخر. ما نوع الجمله هذه؟ اسميه. حنايا درنا واحد لاسيس واحد المره، الا راكم تشفاو لها العام الماضي، شكون يقرا عندي العام الماضي؟ واش قلنا بان الجمل الاسميه تدل على الثبات ولا الحركيه؟ الثبات. تدل على الثبات. الجمل الاسميه تدل، الجمل الاسميه هذه من دلالات الجمل الاسميه. لماذا وظف الكاتب الجمل الاسميه؟ الجمل الاسميه تدل على الثبات. الجمل الفعليه تدل على التغير، تغير سيروره، حاجه تمشي وتحبس. وبالتالي الجمل الاسميه علاش درناها من النمط الوصفي؟ كي تعود توصف لي انت في العربي تقول عليه كريم، العربي كريم طول حياته ثابت في كرمه وجوده وشجاعته، وأنا أعرفه شجاعا بطلا، هذه شهادة حق يعني. العربي يدخن سيجارة، يجمع لما تستعمل جملة اسمية معناها العربي راه طول يدخن في السيجارة، حاجة ثابتة توجور يدخن. معايا ماكش معايا؟ أما يدخن العربي سيجارة هذه حاجة أني ديقوت العربي من أدب العربي خرج دار سيجارة أول مرة في حياته، وينتهي بانتهاء الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع ربع ساعة ولا يعني الزمن هذي واللي ماضي، دخن العربي سيجارة وانتهى. يعني العربي مش مهم أنه موهوش بالضرورة راه دائما يدخن، ولكن تدل على الزمنية الآنية، تدل على التغيير. علاش نقول الجمل الإسمية تدل على الثبات؟ يقولك ما دلالة الجمل الإسمية في النص؟ تدل الجمل الإسمية على ثبات الأحداث خاصة في الوصف. تدل الجمل الفعلية على تغير الأحداث، كاين أحداث كثيرة. تاك تعود تعرب لي في الفعل هذا وش تقول لي؟ الفرب، الفرب شنو هو بالفرنسي؟ ستان اكسيون، اكسيون حدث، حدث مقترن بزمن، خرج حدث خروج مع زمن الماضي وانتهى خلاص. يدخن مرة يرى ينتهي، يقولش طول يدخن. اما العربي يدخن سيجارتان هذا يدل انه مدخن في ما، فهمتوا الحكايه؟ فهمتوش؟ اذا الاخبار بالجمل الاسميه وبالتالي اي والله هيا في منار في طريق، ديري فينا مزيه، خرجي لي الاسناد هنايا وراها العمدة قبل، حدي لي العمدة هنا في هذه الجملة. العمدة هي المسند المسندية، وراها العمدة. العربي يدخن، صحيتي. هذا وشني؟ إليه. هذا وشني؟ مسند. جميل. حنان الزوجة هذه وشني؟ هذه قبل راه كابابل قد يقول لك حدد الفضلة، تحدد المسند المسند إليه هما الأولين، ومن بعد تجيب الفضلة تاعك. تمام؟ ايه نعم، قادر يقول لك خرجي لي الفضلة. باش انت تخرجي الفضلة لازم تكتشفي المستند والمستند إليه هما الأولين، ومن بعد نروحوا للفضلة. زيد يدخن عربي سيجارة، كمل. يدخن مستند مستند إليه. بصح كاين واحد الحاجة. نعم شكرا. أحسنتم. بصح راه هذه الجملة راه ثاني فيها مستند ومستند إليه. علاه قول لي؟ لأن هذا مبتدأ وهذه خبر، خبر هنا عشان إذا مسند هو يدخن ومسند إليه هو هو
الله يبارككم، فهمتوها خلاص؟ إذن أعتقد أن إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية الدرس. أشكركم على حسن الإصغاء والاستماع. سكر العربي سكر، دونك نبدأ فيكم بالمطرق.